الرياضة زي المدرسة زي المستشفيات زي الشفات المطاعم المحلات أي شيء نحن بنشتغل فيه. بس هلأ بالفترة اللي إحنا فيها وقفنا هذا كله أكيد حتى نشتغل شغلة أهم من هذا كله وهي إنه يعني وقاية شغلة وقاية لكل للممرضين للمستشفيات للناس لأي واحد. نحن طبعا اكيد القصه انه فيها مخاطر انه احنا عم نطلع من بيوتنا ومنخاطر بحالنا كرمال نخيط هاي الشغلات اللي بتحمي اللي بتامن الحمايه لكثير من الناس.